70 جنيه وفي 175 جنيه حسب اللحم. الاول عرفنا بنفسك. معلم اللم كنا بقى عن سوق المواشي، اتكلم معانا بقى عن سوق المواشي هنا وورينا العجول اللي عندك ايه. العجول اللي عندي صلى على النبي من 320 ل 220 ل 150 والجاي من 100 ماشي 175 جنيه في 180 جنيه. كل اللحمة ماشي ب 400 جنيه في الدنيا كلها. كلمنا بقى عن سوق المواشي، انت بتيجي هنا؟ احنا بنيجي هنا بنصلي على النبي من الساعة 2 في الليل كده، السوق بيشتغل، بيجي ناخد لنا 2 3 نفرش عليهم، واللي بيتباع بيتباع واللي ما بيتباعش بروح البيت. ورينا بقى العجول اللي عندك. اه يا ستر خدوا خدوا من تاني كده يا عبدو. ده ايه نظامه ويعمل كام قايم المواصفات بتاعته؟ العيل دي 320 كيلو. 320؟ اه العيل دي داخل العلب. تمام. بعرف ازاي ان هو لحم كويس او لا؟ اديني المواصفات بالظبط. لحمه سوبر نظيف انضف بيه من البلد في الدنيا كلها، ايه ولا كولومبي ولا اي حاجه. اللي بعده اللي بعده بس من تاني. لو هيرجع ورا هيعمل حاجه. ماشي. ده ايه ده بقى؟ ده ايه السمنتال برضه يا باشا. يا خال هتكلم معاهم تليفون اقول لهم غلى الاسعار وخرب كل اللي احنا. ده بس يا باشا خلص بس. ماشي علاقه ابو حسن. والله الدنيا كل يوم في غلا. كمل في العجول، انا بتكلم على العجول دلوقتي. 220 جنيه. كام؟ 220 جنيه. 220 ماشي. طب ما اتحركوا كده يعني، ابعدهم عن بعض عشان الناس تشوف بس. انا مش شفت اللحمه والله. ايه كلام ايه ده يا لم؟ دي بقى مع عربي. تمام. لف بقى ورينا الباقي، ما انت مش هتفضل واقف جوه يعني. كلها على الجيم النهارده بكام؟ جايب 160 65 165 165 الجوار. ممنوعات دي؟ ممنوعات. اه كده يا استاذ. ايه الممنوعات؟ ممنوعات يا صاحبي. خلي بالك انت كده في التلفزيون يا محمد طارة شاهد على القناه الاولى. بس الغلا دي مش كملني. كملنا على العجول الثانيه يا عم. على هنا في السوق مع المعلم اهو. على في السوق كده كده عم معاه. خش 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 لم فرد. خش في الجرش. شفتها. والسوق حلو والدنيا حلوه خالص. الدنيا حلوه خالص. طب ماشي. على الجرش اهي 220 و300 الحاج محمود ابو الهدى اهو. بس يا ابني رقم واحد في العجال بقى. عايزك بقى تكلمنا دي العجول دي تبعك؟ لا تبع الساوز براو. كلمنا بقى عن العجول دي كلها. صاحب الحاجه ده مصطفى حبيبي. معلم مصطفى يا ابني. لا سيب 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 معاك معاك سيب. لا لا زي ما هو زي ما هو زي ما هو. اما هات ال هات ال بدنا نروح نبيع لنا سبوب. عايز تخش مصطفى محمد. مصطفى انت عايز خد يا عم مصطفى. بس انا عايز كل اي حاجه عايز تاخد بالدولار. يا عم اسمه حرامي. كلمنا بقى كده عن العجول هنا. كلمنا عن العجول هنا ومواصفات العجله. وانا لو او لو انا مشتري عايز اعرف العجل دوت كويس ولا لا؟ ازاي؟ تمام؟ انا عمري عمري عمري. فكلمنا عن العجول اللي عندك. تعال تعال اطلع على التلفزيون يا عم رضا. العجل ده؟ تعال اطلع على التلفزيون القناه الاولى اهي. خد يا عم. ده ايه ده مواصفاته ايه؟ تعال يا عم عشان ممكن يشوفك هنا. العجل تحت العجل الانيه. الزباين بياخدوه للعيد يربطوه للعيد. تمام. يطلع لحمه في العيد. تمام. بس اوزان يعني ده مثلا 280 كيلو مثلا عشان الشمس. عشان الشمس حاضر. ده مثلا 280 كيلو مثلا مثلا ثمنه مثلا 50,000. اللي زي ده مثلا 53. تمام تمام. بيعملوا 53,000. 52,000. تمام. ده هو بس. ده مثلا برضه 54. 54,000. ده
اجل صغير شويه بيعمل برضه 50,000 كده وانت ماشي كده تدري كده يقل 1000 يقل 2000 ماشي على حسب حجمه يعني. على حسب حجمه والله عليك كده. طب بالنسبه للاكل بقى بتاكلهم ايه عشان يوصل مثلا للحجم ده؟ عشان يوصل الحجم ده البهام دي مثلا بتاكل يعني برسيم وبتاكل علف. بتاكل برسيم وبتاكل علف كده. ممكن مثلا بتاكل كام وجبه في اليوم؟ الله ينور عليك. يعني مثلا ليكن عجل زي ده مثلا عجل زي ده بياكل علفتين في اليوم يعني ياخد علفه الصبح بدري وعلفه مثلا بالليل وطول النهار يفضل على البرسيم في الايام دي. يعني اكل يعني علفتين في اليوم؟ علفتين في اليوم وبعد كده طول اليوم على البرسيم يعني. تمام. اللي بيحصل والبهايم دي كلها يعني احنا اليومين دول داخلين على مواسم بقى على مواسم الارواحي. يعني كل شهر طيبه رمضان في شهر 3 بعد كده العيد الكبير خلاص يعني فاضل 4 شهور بالظبط. الله ينور عليك. بس صورنا نفسي فيه بعض عايزينك بقى بيشتغل من امتى؟ سوق المواشي انا فاووس يعتبر اكبر سوقين النهارده الثلاث فاووس واللزازي هم دول اكبر سوقين في محافظه الشرقيه وبيجي هنا ناس من الصعيد ومن سوهاج ومن اسيوط الصعيد كلهم. وغلو الاسعار دي من ايه يا عم مصطفى؟ ايه يا باشا؟ غلو الاسعار. اتكلمنا عن سوق المواشي. سوق المواشي هنا في فاووس. طيب سوق المواشي هنا في فاووس يعتبر هو السوق اول سوق يعتبر في محافظه النهارده واكبر سوق النهارده من حيث المساحه ومن حيث عدد المتجولين فيه من زباين من مواشي من خلاص يا مرة معلم خلاص تمام. بس دي فكره النهارده بالنسبه لسوق فاووس. الناس هنا بتيجي من امتى؟ من الساعه الحضور هنا بيبقى من الساعه 1 2 واخد بالك. السوق مثلا بيخلص الظهر يعني الظهر ما بتلاقيش حد خلاص تلاقي المواشي اتباعت وتلاقي كل اللي اشترى اشترى واللي باع باعه وكله. طب ليه هنا مش بيشتغل طول اليوم؟ ما هو طول اليوم احنا اتعودنا على كده يعني اتعودنا ان سوق المواشي في الدنيا كلها في مصر كلها بتشتغل مثلا من نص الليل بتخلص مثلا على الظهر. ليه بقى؟ علشان في الصيف الظهر ده مثلا ما ينفعش تشتغل طول اليوم زي ما انت شايف ان السوق من غير مظلات من غير حاجه مش مجهز زي سوق السيارات او اي سوق تاني فما ينفعش ان الناس تشتغل فيه مثلا العصر ولا بعد الظهر عشان الصيف عشان الصيف بتبقى الدنيا حر. ما ينفعش برضه دي برضه يعني الحيوانات دي برضه دبه خاصه ما ينفعش هي تستحمل الحر في الصيف ولا كلام زي كده. بس دي فكره يعني دي فكره. سؤالك اللي انت بتقول لي ما بيشتغلش طول اليوم يعني تيجي هنا من امتى؟ من انت عندك كام سنه؟ انا اصلا قبل تجاره المواشي انا ما كنتش جامعه القاهره لكن مهنه والدي ومهنه جدي فانا من قد الشباب الصغير ده كده وانا في المهنه دي الفكره. انت بتيجي هنا وانت صغير مع قد شاب صغير ده كده زي الشاب صغير ده كده بقول كلهم ولاد تجار هم كلهم ولاد تجار هم بيكبروا ويتربوا هنا بيتربوا في السوق وابوا مهنته ومهنه ابوه ومهنه جدهم كلنا كده يعني. انت بقى بدل بكالوريوس تجاره مش فكرت تيجي تشتغل في الشهاده ولا انت كان في اختيار ولا ده كان اجباري؟ لا هو كان اقول لك على حاجه برضه هنقول على حاجه برضه يعني بالنسبه لناس كتير جيلك وجيلي ما حدش يعني البلد ما فيهاش وظايف فبالتالي مش هنقعد في البيوت يعني نسبه البطاله زي ما احنا عارفين ان هي كبيره وكلام زي كده فاللي يدور على حاجه يبقى كويس. زي ما حضرتك كنت متابعين معانا متابع كبير ميديا احنا النهارده كنا موجودين في سوق المواشي اكبر سوق في محافظه الشرقيه. طبعا زي ما انتم شايفين كده ان دي العجول وعرفنا تفاصيل عنها ان اسعارها بتختلف على حسب حجمها زي ما انتم شايفين كده بسم الله ما شاء الله. سوق المواشي دوت موجود يوم الثلاث في ديدامون تبع محافظة الشرقية يعتبر اكبر سوق مواشي في محافظة الشرقية. شكرا جدا متابعينا الكرام وان شاء الله تنتظرونا في لايفات تانية كتير. مع السلامة.